السلام عليكم. بطل اليوم هو طفل عمره 8 سنوات قدر يتفوق على اللي أكبر منه ب5 سنوات وأكثر في رياضة الشطرنج. هو بطل ليبيا وبطل على مستوى كل الفئات العمرية. شن قصته مع الشطرنج؟ من شجعه؟ كيف حبها وكيف أثرت في شخصيته؟ هذا كله حنعرفه بعد شوي. يلا بينا. كيف حالك؟ باهي. شن أخبارك؟ باهي. تمام. أنا اسمي زينب تربح، جاي اليوم نهدرز معاك كي نتعرف عليك شوية. سمعت انك انت فلتة في الشطرنج، صح ولا لا؟ صح. باهي، خلينا نعرف الناس بيك. قلنا شنو اسمك، كم عمرك، وين تقرأ؟ مصعب منو؟ خليفة. مصعب خليفة. كم عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين. وين تقرأ؟ سنة بن عبد النبي. سنة كم؟ ثانية. وشنو اخبارك في القراية؟ باهي. كويس زي الشطرنج ولا الشطرنج أحسن؟ كويس. بحكي لي كيف بدأت قصتك مصعب مع الشطرنج؟ قصتي؟ أمتى بدأت تلعب؟ أمتى عرفت أنك تحب الشطرنج؟ يعني تعلمت أبوي من هو يلعب. أبوك يلعب؟ يلعب مع رجال. عرفته هو أن يلعب. بدأت نتعلم هيك، تعلم بدأت هيك، بدأت يشارك بي في بطولات. تعلمت منه هو علمك؟ ايه. وانت حبيتها على طول اللعبة ولا هو قعد يقنع فيك بيها ويقول لك هذه كويسة وكي؟ حبيتها. انت حبيتها على طول؟ باي. وفي حد في عمرك معاك في المدرسة يلعب فيها ولا انت الوحيد في الفصل؟ انا الوحيد. انت الوحيد. انا اعتقد حتى ما شفتش حد في عمرك كي مهتم بها الشطرنج. الشطرنج تبي عادة الناس الكبار يلعب فيها. تلعب مع ناس من عمرك ولا لا؟ نلعب، لكن بطولة هي لعبوا أكبر مني. أكبر منك بكم؟ هيك 5 سنين. خمس سنين وفزتهم؟ لا، واحد بس خسرت منه. هاي. الله يبارك. زعلوا لما خسروا معك ولا عادي؟ عادي. بيقول لي شنو البطولة اللي لعبتها؟ شنو خذيت ألقاب حتى لتو في الشطرنج؟ بطولة طرابلس، بطولة ليبيا. ما شاء الله. بطولة طرابلس الثانية. يعني بطولتين طرابلس؟ بطولة ليبيا. لكل الفئات العمرية يعني؟ ايه. ما شاء الله يا مصعب. أنت تعرف نادي حاجة كبيرة ولا عادي؟ تقول فيها كأن حاجة عادية. 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 لا، دي مش حاجة عادية، دي حاجة كبيرة جدا ما شاء الله. برافو عليك. باهي، وشنو تدير في أوقات فراغك غير الشطرنج والقراية؟ شنو تحب تدير؟ كورة. تلعب في كورة؟ ها جميل. في حتى نشاطات حركية هيك؟ وشن تاني؟ كرة مضرب. وتنس؟ طيب. جميل. سمعت حتى تحب الفيديو جيم، صح؟ طيب. هيكي تسريبات هيكي قالونا. شن تحب تلعب؟ هادون بس. نوفو بلاي ستيشن. شن تحب تلعب؟ بلاي ستيشن. كورة. كورة. حتى أنا نحب نلعب كورة في بلاي ستيشن. تلعب في فيفا ولا بيس؟ لا، ما أنا ممكن تغلبني في بيس. باهي، وقول لي يا مصعب، تحب الشطرنج يكمل معاك في حياتك لين تكبر؟ شنو طموحك في الشطرنج وشنو حلمك؟ حلمي توا. استنى، خلينا نعود لك السؤال. قول لي يا مصعب، باهي، شنو طموحك في الشطرنج؟ تبي يكمل معاك لين ما تكبر؟ قول لي شنو حلمك. حلمي. شنو حلمك في الشطرنج؟ شنو تبي تكون؟ توا هيك لما تفكر في المستقبل. تفكر في المستقبل ولا لا؟ تفكر. بيقول لي شنو تبي تكون في المستقبل؟ توا نكون بطل ليبيا. بطل ليبيا. تبي الشطرنج يكمل معك ولا مدايرة غير انت بس كي توا هواية؟ كمل معي. تبي يكمل معك. شو تبي تكون؟ شنو وين تبي يكون مصعب في عالم الشطرنج؟ عالم الشطرنج؟ انا عرفت ان ما عندناش ابطال في ليبيا في الشطرنج على مستوى عالمي وعلى مستوى عربي وافريقي، صح؟ تحب تكون بطلك يوم من الايام؟ شنو يقولوا له بطل الشطرنج؟ بطل. شنو اعلى مستوى تحب تكون فيه؟ جيم. جي ام. ها.
وان شاء الله نشوفوك حتى سوبر جي ام بمصعب. شاطر. انا عرفت حتى ان انت عندك موهبه ثانيه، شاطر في الارقام صح؟ نقدر نتحداك تحدي هيك بسيط؟ حافظ جدول الضرب؟ حافظ. صح حافظ. نسألك اي سؤال جدول الضرب تجاوب عليه؟ ها. 8 في 12 8 في 12 96. برافو عليك. به قول لي حاجه ثانيه، لو قعدت سوبر جي ام بهي تحب بعدين تدرب اطفال زيك هيك في عمرك؟ حب. ها حب. تعلمهم الشطرنج زي ما علم ابوك؟ ها. الشطرنج شنو استفدت منها لما تعلمتها؟ تعلمتها استفدت منها من ذكاء. قعدت ذكي. ها. لما ربحت البطولات؟ ربحت بطولات. شنو تحس لما تربح في البطولة؟ شنو تغير في شخصية مصعب لما قعد يربح وقعد بطل؟ بديت فرحانك. قعدت فرحان. باهي مصعب توه انت بما ان انت بطل وقلت ان الشطرنج علمك الذكاء، نبو نختبروا ذكائك شوي في الشطرنج. باهي انا شخصيا ما نعرفش، لكن بنستعين بذوية الخبرة. اوكي في شاشة هيك الكترونية نبو نفتحوها فوق ونبو نشوفوا معلوماتك، نشوفوك شن حتتصرف في مواقفك شطرنجية. تمام متحمس؟ يلا نمشي. هذا البرنامج برعاية بطل. كيف الحال؟ أستاذ حسين الصابر. كابتن اللقب الفني في شطرنج في ام ولا جي ام ولا لان انتوا عندكم؟ ايه طبعا طبعا انا خاصة. في دي ماستر يعني استاذ اتحادي او استاذ قاري. اوكي اف ام يعني اف ام. ايه بطل هذا بيكون جي ام قال لي. ايه هذا طبعا يعني جراند ماستر صح؟ ايه جراند ماستر، وفي مازال اعلى اللي هي سوبر جراند ماستر، طبعا هذه اعلى مرتبه في الشطرنج. فكويس ان بعمر مصعب السن هذه الصغيره ان يكون عنده طموح. بعطينا خلي نوروا حتى الناس. والله ان شاء الله باذن الله مهارات. طبعا هنا يا مصعب الابيض يلعب ويفوز، الابيض يلعب ويفوز، طبعا اللعب اجباري، فهنا تتم تكون بايدك لما انت تبدي تفوزي. خلاص هو خلاص تعيني يتحرك في الاتجاه اللي تبيه يتحرك له بالسين. ايوه الابيض يلعب ويفوز. برافو صح عادي. برافو صح. برافو. باش الحركه الاجباريه، الحركه الاجباريه الثانيه اللي تنهي المباراه. برافو. طبعا كمل النقلة الأخيرة بكرة واضحة هي خلاص. يلا انت ضحيت بالوزير اللي هو الفينش. تشيك ميت. تشيك ميت. العبها. برافو 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 يا مصعب. المستويات طبعا في المستويات المتقدمة بكل، وفي الميديوم الوسطى، وفي المبتدئين. هذا تو اي مستوى؟ هذا يخش في تقريبا الميديوم، هذا تقريبا ايه. فهو بالسن هذه يعني حاجه، وانا نتوقع له بحكم انا يعني ممارسه الشطرنج من فتره طويله، وطبعا حضوري اولمبيادات وحضوري كذا، هذه السن المثاليه اللي نقدروا نصنع منها مشروع بطل باذن الله، تتوفر الظروف والمناخ، لان الاولاد عنده يحب اللعبه وعنده شغف وعنده راهو حتى معدلات ذكاء، راهو حتى بغض النظر على لعب الشطرنج راهو ذكي في الرياضيات، راهو ذكي في جدول الضرب في الاعداد الكبيره. جربنا مع بعضنا. ايه ايه تمام. باهي توا يا كابتن احنا شفنا شويه نماذج ايه. واعتقد صعبه النماذج لا صعبه. ايه يعني هي كان مش مبرر، لكن هذه راهو المستويات هذه اللي تنحط لي مش مبتدئين، تنحط لي في دي ماستر او لي جراند ماستر. يعني سؤال اخير، ايه؟ العمر هل هو مقياس في الشطرنج ولا لا؟ ولا مرات العقل يفاجئك اكثر؟ لا العمر بالنسبه
اللي صغار سن اللي بيتجه نحو تحقيق بطولات وكذا، كل ما يكون سنة صغيرة كل ما يكون أفضل. تو بنجربها، بنجرب نلعب معاه. أنا بنقيم. أيوة. تكون جدج. تمام. خلاص. بإذن الله. توكل على الله. مصعب شنو أول حاجة تبدأ بها في العادة؟ الأبيض عادة. لا قبل ما تبدأ تلعب شنو ندير المفروض؟ صفح. صفح. تبدأ أنت إيه؟ الأبيض. لازم نبدأ. فرق بين النقلة هذه والنقلة هذه. النقلة هذه طبعا الدفاع فيها مس السنتر طبعا. مركز الوسط هذا هو اهم شيء في لعبة الشطرنج، انك تسيطر يعني السنتر. هذه اللعبة الطرفة يعني. الابتسامات ولا خطيرة. بينا لما الموضوع يوتر كانت بتدري مش هتركز. طبعا هي لعبة شطرنج لعبة يجب ان اللاعب يخلي روحه ريلاكس هيك باش يزيد التركيز، لان التوتر يخليك تفقدي النقلات القويه يعني وتغيب يعني ال... ليش انت نابليون؟ وري الجمهور امكانيات. انا عمري 33 سنه وانت عمرك 8 سنين صح؟ غريب الفرق، الموضوع مش في السن. ايوه. أوه. مصعب عادة الجوائز شنو هي في البطولات؟ كاس وميدالية وشهادة. بسو يعني كان بعد حاطيك حاجة أقوى من الكاس. باهي الله يبارك الله فيك. شكرا الله يبارك فيك. قالك أنا يعني بالنقلتي هذه أنا هددت لك الحصان أو الفيل. أنت بتاكلها بتو أوبشنز كمان. عنده خيارين، يقدر ياكل الحصان ويقدر ياكل الفيل. هذا الفيل ولا نقلة واحدة، وهذه طبعا بيشوب إيترين، هذه نقلة حاسمة، تشيك ميت. رهيب، واثق من الخطة، يمشي وين هو الملك؟ ملكة. يلا هاي نعطيك الجائزة بتاعك. تعال. هاي تعال افتح. هاي بس شوف هديتك المفاجأة. عرفت أنا يا مصعب. بارك الله فيك. بلاش تشوف. أوبا. شوف شوف شوف. شوف نظرات السعادة. شو رأيك؟ ها؟ شو رأيك؟ المره الجايه معنا نجيك ونلعب في فيفا صح؟ المره الجايه معنا نجيك ونلعب في فيفا. في فيفا بنغلب. في فيفا راهو ما غلبش. بتتعلم تقعد.
بطل في البلاي ستيشن وبطل في الشطرنج وبطل في المدرسة، صح ولا لا؟ صح. بقوة بقوة بقوة. أيوة، وأخيراً